يمكن للمؤمن له الاجتماعيا الاستفادة من وصفتين طبيتين في كل ثلاثي على أن لا يتعدى مبلغ الوصفة الطبية 5000 دينار جزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أمين عبديدو، مدير فرعي لتحسين نوعية خدمة الأداءات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس. اليوم راني معكم باش نقدم لكم معلومات حول بطاقة شفاء، خمس معلومات يمكن تكونوا تعرفوها ولا ما تعرفوهاش. اليوم لازم نعرفوا بلي كل مؤمن له اجتماعيا له الحق في بطاقة الشفاء. بصفة عامة يمكن للمؤمن له اجتماعيا الاستفادة من وصفتين طبيتين في كل ثلاثي على أن لا يتعدى مبلغ الوصفة الطبية 5000 دينار جزائري لكل وصفة، لكن هناك حالات استثنائية تسمح للمؤمن له اجتماعيا الاستفادة من الوصفات الطبية بدون تحديد لا من حيث العدد ولا من حيث المبلغ. هذه الحالات يمكن تلخيصها فيما يلي: أن يكون المؤمن له اجتماعيا مصاب بمرض مزمن اللي عددها اليوم 26، أو يكون في حالة تقاعد أو مستفيد من منحة عجز. اليوم لازم يعرف هذا المؤمن له اجتماعيا أو ذوي الحقوق أنه بإمكانه الاستفادة من عملية جراحية في القلب بطريقة مجانية، ويكون التكفل بنسبة 100% من قبل الصندوق على مستوى العيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق لعددها اليوم 36 عيادة. ما عليه إلا التقدم إلى هذه العيادات، تقديم ملفه الطبي وبطاقة الشفاء. هناك خدمات أخرى تتعلق كذلك بعمليات تصفية الكلى الذين يعانون من قصور كلوي. اليوم نقول لهم لهاد المرضى أنهم يقدروا يتقدموا لعيادات تصفية الكلى المتعاقدة مع الصندوق، ولعددها اليوم يفوق 330 عيادة متعاقدة مع الصندوق. ما عليه إلا أن يقدم ملفه الطبي وبطاقة الشفاء ويستفيد من عمليات تصفية الكلى بطريقة مجانية متكفل بها 100% من قبل الصندوق. ثالثا، تقدروا كانت تستفيدوا من النقل الصحي عن طريق بطاقة شفاء. هناك مرضى وين لو ديبلاسمون تاعهم نيسيسيت، يعني يلزم عليهم نقل صحي بار اون امبولانس ولا بار ان فيكول سانيتير ليجي، لان الحاله الصحيه تاعهم ما تمكن لهمش يروحوا بالسياره العاديه تاعهم ولا بالحافله ولا بالقطار. نقول لهم لهاد الناس المرضى ما عليهم الا ان يتقدموا الى احد لي زوبيراتور دو ترونسبور سانيتير كونفونسيوني، هما متعاملي النقل الصحي المتعاقدين مع الصندوق، واللي فوق عددهم اليوم 330 ناقل صحي. ما عليه الا ان يقدم الملف الطبي تاعو ويقدم بطاقة الشفاء تاعو، وسيستفيد من نقل صحي مجاني متكفل به من طرف الصندوق مهما كانت مسافة النقل، يعني يقدر يتنقل من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال بطريقة مجانية عن طريق النقل الصحي. هناك كذلك معلومة مهمة لأصحاب الاحتياجات الخاصة اللي يحتاجوا أجهزة اصطناعية، قلهم اليوم عن طريق بطاقة شفاء يمكنكم تتقدموا إلى مصالح لوناف وهو الديوان الوطني للأجهزة الاصطناعية، والاستفادة من هذه الأجهزة الاصطناعية بطريقة مجانية عن طريق بطاقة الشفاء. إذا كانوا الأطفال تاعكم ذوي حقوقهم يعانون من نقص بالبصر، تستطيعون اليوم الاستفادة من نظارات طبية بطريقة مجانية عن طريق بطاقة شفاء. ما عليكم إلا التقدم أمام نظاراتي البصراتي سي لي زوبتيسيان لونيتي، تقدموا الملف الطبي تاعكم مع بطاقة شفاء، ويمكن الأولاد تاعكم الاستفادة من نظارات طبية بطريقة مجانية. هناك شرط واحد في القانون يقول لك باللي مدخول المؤمن له اجتماعيا ما لازمش يفوت 40000 دينار جزائري، بالعامية هي 4 ملايين سنتيم. أخيرا جاء ان ميساج تري امبورطون فيكولي، لازم تعرفوا ولا كنت مؤمن له اجتماعيا وعندك بطاقة شفاء، لازم تعرف باللي ان بطاقة شفاء هذه بطاقة شخصية واستعمالها شخصي، ويجب استرجاعها بعد كل عملية سواء كانت عند اقتناء دواء او عملية جراحية، لان العواقب تاع استعمال هذه البطاقة بطريقة بغير وجه حق أو بطريقة غير عقلانية قد يشكل خطر على المؤمن له اجتماعيا. Il peut se trouver dans une situation préjudiciable pour laquelle il n'a pas été auteur responsable direct.